يا الله اليوم رضاك، ما الدنيا باردة والعمل ضعيف. الله يرجي بليسك. مرحبا يا دكتور. وين المرضى؟ مالك مال المستشفى والعمل بارد فيه؟ والله ما لي عن بهنا، اثنين اب وابنه بس شكلهم مش مرضى. دخلهم ما عليك، امان الله طلع لهم مرض من الجن على طول الان. يلا يا حاج ادخل انت وابنك لعند الدكتور يشتيكم ضروري. يلا يعالجكم. تفضل، انا معي زباين. السلام ورحمة الله، تفضلوا. أهلا وسهلا، أنا معي زباين. كلمش بعدين. يلا مع السلامة. يا هلا والله، حيا. أهلا وسهلا، سلامتك، إيش فيك؟ والله بس معي الولد تعبان شوي يا دكتور. إيش فيك يا ولدي؟ يا دكتور والله إني تعبان وشي، وخفي راسي دوخة، فيني شوية زخمة. سهل يا ولدي، هذه أعراض بسيطة وإن شاء الله تتعالج. أنا بكتب لكم شوية فحوصات وتقارير تفعلوها وان شاء الله يتحسن. اتمنى فحوصات يا دكتور، هبره وارجع بخير. يا ولدي ضروري الفحوصات عشان تبين لنا ايش عندك، ما ينفع اشدي لك علاج بدون فحوصات، فهمت كيف؟ ضروري الفحوصات مصلحه ولدك. يا ولدي اسمع من اقول لك، فهم التكويد قد اخبط دائما يفعل. انا اكتب لكم الان اقوى فحوصات تفعلوها وتفعلوا اشعه مقطعيه الراس، يمكن عنده التهابات في الانف، وان شاء الله يتحسن ويرجع حلاوه. يا دكتور افهمني يا ولدي، هذا لمصلحتك، لا تكون ترفز. ضروري كيف يشي علاجات بدون فحوصات؟ ما عليك يا دكتور مني، انت فعل عملك، ما عليك مني يا ابني. ما عليك، هذا لمصلحتك، فهمني. فهم ايوه ان شاء الله. ما يقول الله كل خير. اها تصير تفعل الفحوصات هذه كامل تمام، وترجعوا لي بعدين اكتب لكم العلاجات ونبصر ايش عنده. يلا يلا سلام. في امان الله، ما تشوف الله العافيه ان شاء الله. غدا وافير زمن المعدة. تفضل انه لا ارجع. يلا شو اصلك بعده؟ الله افتعنا شاء الله. مع السلامة. يلا مع السلامة. ايوه شاكلم ايش ولا تقول لك ايه؟ تفضل يا دكتور. ما عليك. ايش؟ حاولت ادعى. ايوه انا في دار الصوت. لحظة الله يرحم والديك. اجيلش مدري اتصلش بعدين. يلا لحظة الله يرحم والديك. يلا يا دكتور عذبونا عذاب. سهل يا ولدي، هذا لمصلحتك، دقزوا لك برف على كل شيء، من غرفة الى غرفة دقزوا لنا برف. سهل عدك برف انزع. هذا انا سحبت ميزة. هذا كان الحوز اللي كلمت عليهم اول الاشاعات. ما شاء الله ايش هذا؟ متأكد انك صورت راس الولد؟ اكيد يا دكتور زي ما كلمتني. هذا شكلها طفش داخل راسي، خشب ولا؟ يلا ما علينا. ايوه ان شاء الله ما يكون لك الخير، لا تقلق ولا عليك، امور طيبه ان شاء الله ما يكون لك خير. ها طمنا يا دكتور. ابا ايش في يا دكتور؟ سلام. هذا ايش؟ يا لطيف. سهل، لا تقلق يا دكتور، ابنك في ذمتنا وفي اعماقنا، ولا تقلق. الولد ضروري بكره ندخله العنايه المركزه ونفعل عمليات ضروري. عنده الجيوب الانفيه تعبه، عنده التهابات قوي. متاكد يا دكتور؟ اكيد. وعندها الكليه اليمنى تعبه وعندها جفاف، ضروري نرطبها لك. وعندها المراره مالك يا ولدي؟ سلامات، منين جالك هذا كله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وقرحه بالمعده يا دكتور، هذا كله ندبني يا دكتور. اكيد. ليش هؤلاء كلنا يا دكتور؟ انا ما فيني الا زخمه. يا ولدي كلنا هؤلاء طلعين فيك، ايش رفع على الترسبات، الكبد، عندك المراره، عندك الكلى جفاف، وعندك الجيوب الانفيه فيها لحمه، ضروري نبعدها له. ان شاء الله نلحق على ابنك قبل ما يموت. ان شاء الله دكتور. ايش بعد الحين؟ ايش معاك؟ عمليه اليوم، دخل العنايه مركزه. على طول يا دكتور. بسم الله. واليوم والان قالوا لي ضروري انه مشتوع، يعني نفعل له عمليه باقرب فرصه.
واخوك والله ما عاد معاه ريال واحد، ما عاد معي ولا ريال واحد. ايوه ايوه ابسل لي مبلغ وما عليك، اقرب فرصه شديها لك. ايوه عيوني ما عليك. سلام سلام الله يستر عليك. ما عليك عيوني. يلا سلام يا غالي. ايوه تفضل تفضل. اجل ما احنا الزباين. يلا يلا خلاص بتصليش بعدين. يلا مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلع دلع يا ابني دلع. ما شاء الله ما شاء الله مثل الحصان. نورت ونرت انا في الدم نظرت هي والصورة. ما شاء الله انا خرجنا لحمة شعمة هذا. سلامات. ايش كنت بتاكله؟ يا دكتور انا اديت ابني ما كان بينها الا زكمة. هذا قد حادث مرور يا دكتور. لا تقلق فلوسك لا طريقها، لا تقلق فلوسك راحت غلط. مش مشكلة بالفلوس يا دكتور، اهم شيء صحة ابني. كيف قدو تمام؟ طمني يا دكتور. في اعناقنا في ذمتنا، احنا بنتحمل مسؤولية. انا احنا بنعالجه وبندي الذمة. عيب الولد ما شاء الله رجع حلاوة. حرام عليكم يا دكتور عذبتوني عدة. يا هذا مصلحتك يا ولدي بصير ما شاء الله وضبناك من جديد، رجعت عماصيرك والكلى والكبد كله وكذا رجعت. الحمد لله يا سيدي، ودحين ابني الحمد لله انه بخير. اللهم لك الحمد. الان قبل كل حاجه قبل ما نكتب لكم علاجات، انا ايش اكتب لكم علاجات بس بشرط. هذا دكتور انا بكتب لكم علاجات وتصير تبز العلاجات هذه من الصيدليه اللي جنب المستشفى. ليش ما ينفع لكم مكان ثاني؟ لا ايش الصيدليه هذا اشتري منها بدي علاج وكاله حالي. رقم واحد نقفه حبوب لوز. ما نشتري يا دكتور الا من عندكم من هنا. وهذا كلام، هذه احلى علاجات لاحلى عيون منوره. الله يطول في عمرك ويحفظ لك ولدك يا الغالي. ما شاء الله كونوا زورونا كل مرة. تمام إن شاء الله يا دكتور عشان نتفحصكم، وهذا الواحد ضروري يتفقد نفسه مع الوضع. أكيد أكيد يا دكتور. ادي الحارة حقكم ولا حتى تعبان كون ادي لعندي وانا شكون ادي لك عمولة عليهم. على هذا يا دكتور. الله يفتح عليك. ادي لك استشارة صاحب السيارة كيف يستخدمه ولا ارجع لعندي وانا اوريك. الله يفتح عليك يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا دكتور. الله يفتح عليك يا ملح. الله يفتح عليك يا دكتور. الله يحفظك ولدك. امين امين يا دكتور. السلام. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا غالي. شوف لي العلاجات هذه بس ادي لي من شري شري. موجود بس ادي لك. ليش من شري شري؟ ادي لك باكت يا دكتور قصدي يعني قدوك احسن. ادي لك باكت على سبت باخر سري يقوم بسرعه سري. بعدك يا دكتور بعدك. يلا سري. يا اهلا والله اهلا وسهلا تفضل تفضل. حياك حياك يا دكتور كيف حالك؟ الله يحييك. سلامات. ايش عندك؟ ولا عندي شيء. انا رئيس مندوبين من اكبر شخصيات المندوبين في اليمن وفي الشرق الاوسط. بناطيل ولا ثياب ولا ايش؟ لا لا اسهل علاجات. انت المندوب حق العلاجات؟ نعم. حياك الله جابك الله. اديت لك علاجات من يعني مش موجودة حتى في الشرق الأوسط. قوة أنا بيني أدور هذه الحاجات من زمان. والله والله وقالوا بتدون نساب بصدق. نساب وكل شيء. أنا أفدي أبوك، أنا ما فتحت المركز هذا إلا بيني أدور نساب وزلط. الله يحفظك. فلذلك يعني العلاجات ما شدي إلا لك أنت. أنا أبدي يعني أصناف قوة. ما لك صلى على النبي بيدورون بس أنا محظي. بس مدري كيف شكلك يا مهرب. صح مهرب العلاج هذا. كيف مهرب مهرب صلى على النبي مالك. تمويه تمويه هذا يعني حلو حلو. هذا اوصافي بس لها جيب سر. ما شاء الله هذا المطلوب. هذا الاصنام بس مدري كيف الكتاب. هذه خطك هذا؟ هذا لا خط الحديده بس عاد بيصلح. قصي ايوه خطي. ما شاء الله هذه علاج مضمونه وفعاليته قويه. جرب. ما شاء الله ما بيش علاج الا واجربه. طيب انا ايش الصنف هذا؟ وهذا علي طلب خيرات وهذا وهذا وهذا. المهم كلهم 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 قدو كلهم مرة واحدة. شرب شرب عزة. كم النسبة يا قلبي؟ النسبة تكون هكذا يعني بس بشرط. ايش معنا علاجات يعني بادية بادية تنتهي افتهم لك. حبة حبة معاهن في وسط كل باقي. ايوه يعني شريط في كل باقي. ايوه حلو ما عليك. هذا الامور علي ولا تقلق. والله لو كل الاطباء مثلك مات الشعب اليمني كله. اي قصدي عاش الشعب اليمني. عاش الشعب عاش. وقل لي كم النسبه وبعدين النسبه لك انت. أيوة. يعني ما 60. انا ابو صالح واحنا 40. تعال كيف نرحم. قوه احنا 40% وانتم 60. هذا المطلوب الان تدي ديننا وتنفر امها في الحوض. ديننا ديننا
أمانة غرق الشعب حبوب علاجات أخي ونعم أقسم بالله سريع نزلون وأنا شغلي مفتاح ولا الحوش ونعم فيكم الله يحفظك وها يعني متواصلي إن شاء الله وكل شهر وأنا عندك إن شاء الله فوق عيني ولاس يا قلبي وإذا كملت في الأسبوع في الأسبوع أنت صلي باجيك في أي وقت بمكافآت ما بدي ما لك صلى على النبي وجوائز وبنفع لك يعني شهادات حلو الشركة عندنا وبتشتري في الشرق الأوسط هذا المطلوب دبي دوره أيوة أهم شيء أنا شيء وبعصف مدري دكتور عالمي الله يحفظك الله يسعدك أهم شيء قلت لك المنتهيات يعني إن شاء الله خدمات الله يفتح عليك سلامتك الله يفتح عليك وعلي الله يوفقك يا غالي هذا دكتور أهلا يا دكتور اسمع يا مرحبا عاجي لك المندوب نزل له علاجات كلها لوسط الحوش ما عليك يعرف الله في الأبوها كلها للحوش ومن جاء مريض لا عندك كرمه بالعلاجات أنت نسل لي المرضى كلهم وعرف أدعمهم يلا بسر الله صنافي تنزلها واستلم كل حاجة مع السلامة يلا هلو اسمعني دب لي دكتور استشاري من الجن يحرك المصوصة في شقلة حريقة يجلس جنبي يعاوني الشي استشاري يحلب لي جيوب المرضى حلب فهمت كيف قدو الصدق ما معنى له هذا العمل يلا المملك فهم طلبي مع السلامة يا دكتور ايش طلع عندي ولا عندك حاجة كيف ولا عندي حاجة ولا عندك شيء بخير تحتاج بس شوية علاج اكتبه لك تستخدمه والراحة النفسية وبس ليش يا دكتور ليش ما تفعل لي اشاعات وفحوصات نفس بعض الدكاترة لا 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 لا, لا ما يحتاج يا ابني حالتك ما تستدعيش ان احنا نفعل لك هذه الفحوصات ولا شيء بعد الفحص السريري نبضك تمام كل شيء فيك تمام بس تستخدم العلاج هذا وترجع لي بعد اسبوع انت متأكد يا دكتور الله المستعان تفضل امك بعدك ترجع لي بعد اسبوع خلاص تمام ان شاء الله على طول لا تنسى الالتزام مواعيد الدواء في وقته الله المستعان يا دكتور يلا مع السلامة يا دكتور ها طمني يا دكتور لا تمام شوف يا ابني اه ايش شويه اعراض عندك ايوه ومع الوقت ومع استخدام العلاج بتزول ان شاء الله اهم حاجه انك تلتزم بالعلاج تمام حاضر والشك هذا والتوتر وبطله والقات تبطله والتدخين اتركه اخزن بالاسبوع مره ما فيش داعي للقات ان شاء الله انا بقول لك العلاج الان بيهدئ لك الامور هذه كلها ان شاء الله تمام ربنا يشفيك ان شاء الله امين هذا فوار تمام فوار حق المعده عادي استخدمه 3 مرات في الأيام إن شاء الله أتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله يا ابني إن شاء الله يا رب هذا بس يا دكتور ما يحتاج يا ابني قلت لك أنت حالتك ما تحش الله هذا سلام أنا أفضلك يا دكتور كبر وشيك آمين الله 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 لا الناس بيخرجوا بسرعة من عند الدكتور هذا تعال 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 ما قال لك الدكتور قال لي بزاك برامول وفوار بس بس ما قال لك فحوصات لا ولا مختبر ولا دم الله يشفيك الله يشفيك في امان لا توكل توكل الله يفتح عليك الان يبع مسمار ابو كلب ايوه ايش الشيء هذا جنيش الله الو ها معاذ ايش قد به؟ به نثره وشكل الضمار حقك عقرح جو الله لا صبحك ايش من نثره الله ينثرك من عنده معانا الطبيب الانساني هذا يا خلينا نغلق المستشفى ونروح البيوت معاذ نفدي قلبك بعد مني للغاز قد راسي مربوش ربش بس من هذا ذي قلت انه علي طبيب انساني الدكتور الاستشاري علي العرطه ماله ايش قد معه؟ بيجوا لعندها الأمراض يدوا لهم آمول برامول سلباتين يعني ما بيحاولوا مش لا أشعة ولا مختبرات ولا حاجة أي قرحنا جو هذا الأدمي الله لا صبحك لا أنت ولا هو هذه ما عادش نثرة هذه قديمة مصيبة يا ابن الله فينا أنبع لعندها للمكتب وقول لي يجيني الآن للمكتب حقي يا دكتور جابر أنت أحسن لأنه لو أكلمها أنا يقول لنا سمرت به لا عندك أنا فهمتني خلاص تمام تمام مع السلامة سرحة الله أمانة هذا معاذ نجس بس أمانة تعجبني نجاسته خلينا نتصل على هذا قبل ما يقرحنا جو ويقرح المستشفى ونرجع نشتغل في الجولة
هذا الدكتور محمد. آه دكتور محمد تعال المكتب حقي سريع. ها الان الان جاي 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 يلا. خير ما قد اشتي لين اشوف لهجته ما عجبتنيش اروح اشوف ما اشتي. يلا تفضل تفضل. صباح الخير يا دكتور محمد. واحد جن. خير ان شاء الله. خير خير. جس جس يا دكتور علي جس. وهذا جلسة جلسة. خير ان شاء الله. انا ايش اسألك سؤال ويا ليت تجاوبني بصراحة. تفضل. من ذي بيصرف لك الراتب في هذا المركز، انا ولا صاحب الصيدلية؟ سؤال غريب منك يا دكتور محمد. طبعا انت. ليش يا اخي ما دام انا ذي بيصرف لك الراتب، ليش كل دكتور ومدري كل مريض بيجي لعندك ويتعاين بتجزع له علاجات بسيطة من الصيدلية وتروحه؟ وانداري يا دكتور علي معنا اجهزة ومعنا موظفين دكاترة يشيلون رواتب نهاية الشهر. وهذا الذي مزعلك يا دكتور محمد؟ اكيد. طبعا يا دكتور محمد انت عارف ان انا مستشاري والمستشار امين. المريض بيجي له عندي واعمل له وصفة على قد مرضه، واكثر الحالات اشوف انها ما تحتاج لا تحاليل ولا أجهزة ولا تحتاج فحوصات من عندنا. هل أنا غلطان في شيء؟ لا لا أنا في دالك منش غلطان ولا شيء. وأنا قد بين أقول ليش هالمرضى ملانا المستشفى والزلط ما بيش هو كله من تحت رأسك يا دكتور محمد. إحنا جينا نشتغل بصدق وضمير، حرام عليك. أيش الفائدة من الاستغلال؟ أنا كم مرات قلت لك يا أستاذ علي أي مريض يدخل المستشفى ما يخرج إلا وجايب الصفر، يعني تطلع له مرض من الجن. يا دكتور محمد اتق الله، هذا نصب واحتيال ولعب بأرواح الناس. أمانة. ومنين يجيب لك مصاريف للمستشفى وراتب للموظفين وراتبك يا دكتور علي؟ يا دكتور محمد اتق الله، الرزاق الله، وهي أرزاق، الموضوع كله أرزاق. إيش فايدة تدخل رزق كثير وتدخل فلوس كثير وربك غاضب عليك يا دكتور؟ اسمعني يا دكتور علي بدون كلام فاضي ورفاس، أنا فتحت هذا المستوصف أو المستشفى عمل تجاري، يعني زلط بزنس فلوس، ما فتحت الشيء فعل خير. وبعدين ما شاك أنك أنت تخرج من جامع مفتي شرعي، ما تخرج من جامع استشاري. يا دكتور أنت بعملك هذا بتخرب سمعة كل دكتور شريف في البلاد. الله 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 الله. لا سمعته ولا احترامه بين الناس، وبتنقل صورة سيئة عن الطب والأطباء في اليمن. عيب عليك الكلام هذا، وأنا لا يشرفني أني أشتغل نفس عملك وأبيع ضميري وذمتي. بي الله وجهك. هيا اسمع، عملك هذا ما يخارجين عندي هنا، أنت تشيلك مستشفى عمله مكارم الأخلاق وأصحاب الذمة والضمير. على العموم الرزق بيد الله، لا بيدك ولا بيد غيرك، وأنا لا يمكن أبيع ذمتي زي ما قلت لك أكثر من مرة. اسمع يا دكتور علي، اسمع اسمع، أنا أدي لك كلمتين مختصرة عشان ما نخسرش بعض ونقرح العلاقة بيننا. شدي لك زايد ناقص ودي لك نسبة على بعض المرضى اللي بيجوا لهنا، إيش رأيك؟ للأسف أنا مش من النوع هذا يا دكتور محمد. هيا الله يفتح عليك الله يفتح عليك، أنا قدريت منك ما تحب ضربة الله. أنا أشتي أقول لك حاجة واحدة، إحنا الأطباء لما تخرجنا من كلية الطب أدينا قسم، قسم إن إحنا نرعى الله في الوطن وفي المواطن هذا وفي صحة المريض. أمانة إنك قطعت قلبي. نصيحة إنك تتقي الله. هيا الله معك الله معك، الله يفتح عليك. كله زائل وحرام. أنت تنفع في جامع، خطيب ومفتي وإمام جامع تصلح برضه. والله يفضل لي من العمل عندك. الله يفتح عليك، الله يوفقك. سلام عليكم. في أمان الله. يا أخي لو سمحت ممكن سؤال؟ تفضل. ليش غلقوا المستشفى هذا؟ المستشفى هذا؟ اسمع، أول شيء الدكتور هذا اللي كان دكتور ايه؟ لا معه شهايد ويبيع علاجات منتهية. اها. وآخر شيء سوى قتلك واحد بقرعة زايدة وغفلوا دحين من قبل الوزارة وخلاص.
يعني بيتعامل بأرواح الناس. عليك نور، لا عندهم لا حس ولا ضمير ولا أي حاجة. إي والله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله لا وفقه ولا بارك له. آمين يا رب. أي خدمات؟ استغفر الله. الله يفتح عليك.